أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نصحت من عنده دش يقول لو كان حراما ما طلع فيه العلماء والدعاء، فما أرد عليه وما توجيهه في ذلك؟ العلماء والدعاء ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط الذي يخرج منه، الذي يظهر فيه إنما هو في التلفزيون المحلي. أما الدشوش فلا يخرجون فيها لأنها تأتي من الخارج وليست من بلادنا.